المليحة الغوطة الشرقية 18/5/2014 لليوم 47 على التوالي، والمليحة تدمر بمساجدها ومدارسها وأحيائها وأبنيتها، حسبي الله ونعم الوكيل. دمار في مسجد المليحة الكبير. دمار هائل في مسجد المليحة الكبير، حسبي الله ونعم الوكيل. مسجد المليحة الكبير، دمار هائل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. المليحة تدمر بمساجدها وأبنيتها لليوم 47 على التوالي، والحملة دمار هائل في مسجد المليحة الكبير، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. المليحة تدمر لليوم 47 على التوالي، القبور تدمرت، حسبي الله ونعم الوكيل. القبور والمساجد والمشافي والأبنية والأحياء كلها تدمر لليوم 47 على التوالي.